كل سنة وانتم طيبين، كل المشاهدين وكل الأمة الإسلامية، مصر كلها بخير والدنيا كلها بخير. كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله العيد يكون عيد سعيد وجميل على كل الأمة الإسلامية والعربية ومصر كلها إن شاء الله. احتفالات بعيد الفطر المبارك، 3 حفلات أنا مشارك في حفلة فيهم، اللي هي يوم الأحد تاني أيام عيد الفطر. بتمنى الأغاني اللي هنقدمها إن شاء الله تعجبكم وتنال استحسانكم. عندنا 5 أو 6 أغاني من الألبوم الأخير، ألبوم أحلى منهم، بنجهزهم أنا والفرقة عشان يطلعوا بشكل كويس. والأغاني اللي حسيت إن هي لقت قبول عند الناس، أكتر الأغاني اللي الناس حبتها في الألبوم، هنقدم مجموعة منها إن شاء الله، زائد الأغاني اللي أنتم متعودون تسمعوها، تترجى فيا، سحراني، الله عليك يا سيدي، مجموعة من الأغاني اللي انتوا هتختاروها، وهنكون جاهزين ببروجرام كبير إن شاء الله.